مهم تيم هذه الكلمات. المهم البلوك نفسه اللي بنسميه السنسيت كونسيبت هو اللي بيجي فوق. اخر واحد فوق قد يكون له اكثر من كلمه، صح؟ مزبوط. هلا في عندنا 25 اكشن اكتيفيتي انيمال ارتيفاكت اتريبيوت بادي كوجنيشن كوميونيكيشن ايفنت فيلينج فود جروب لوكيشن موتيف ناتشرال اوبجكت ناتشرال فينومينام بيرسون بلانت شي هاي بوزيشن بروسيس كوانتيتي ريليشن شيب ستيت سبستانس تايم. هذول الجيم ايش امهات، انا بسميهم بالله هيك احكي لغه، هي امهات مع المعاني للكلمات الانجليزيه، امهات المعاني. يعني اي شيء بتجيبه بيجي تحت وحده من هذول. طبعا هو ممكن يكون تحت تحت تحت، بس هو بالاخر سيد سيده بيطلع مين؟ وحده من هذول. لاحظين؟ ها؟ الورد بتكون تقريبا ان افريج 16 ليفل، ومش متاكد ان افريج ولا اكثر شيء، بس 16 ليفل. هل نحكي عن المرونومي؟ شو المرونومي؟ بارت اوف. كيف نعرف انه الاشي بارت اوف اشي؟ لو جيت قلت بنسال الانجلش سبيكر هل بتقبلوا انه طبعا انهم يقولوا واي هاز ان اكس از بارت اور اكس از ا بارت اوف واي، هل بتقبلوا اقول النايل بارت اوف تو في تي في؟ لا. هل بتقبلوا اقول الديسك بارت اوف كيبل؟ هل بتقبلوا اقول الشيلف بارت اوف بيرو؟ شيلف بارت اوف بيرو؟ البيرو دريسر طبعا. هل بتقبلوا دروور بارت اوف دريسر؟ اذا واضح؟ هذا هو المرونومي. ولاحظوا كمان المرونومي مالها عصام؟ وكمان ايش يا ديا؟ اسم. طيب يا ريت لو عندي اعملكم اكسرسايز، بس ما فيش معي وقت. كار واوتو اوتوموبايل وماشين واوتو وموتو كار، بس انا بفضل انه اليوم من الايام انتم تقعدوا في البيت هيك تتسلوا، شيء جميل جدا للامانه يعني. انه تاخذوا كلمات وتفتحوا الوورد نت وتشوفوا تشقبها عشان تفهموا الستركتشر تبعها. انا عاملكم مثال. هون في عندنا شو هو هذا؟ هاي ديان شو هو هذا؟ سنسيت. شو يعني يا شريهان هذا؟ معاني. معاني؟ هذول معاني؟ لا كلمات لها نفس المعنى. هذول معنى. كونسيت سنسيت. معنى. إلو ايش؟ إلو نستعمل له عشان ندل عليه أكثر من كلمة، بنقول كار، أوتو، أوتوموبايل، ماشين، موتو كار. هلا هاي شو نوعها؟ It's a kind of motor vehicle، automotive vehicle، ولو قلت لنا كمان هاي بنسميها الهوبونومي. قلت لنا كمان شو هاي نوعها؟ vehicle. هاي convenience او ترانسبورت. طب نزلنا لتحت نلقى اشياء، ها؟ يعني هاي انواع الكارز، لما نقول كاب تاكسي بنقول كروزر بنقول بوليس كار بنقول باترول كار، هاي انواع. هلا لو بدي اروح على اشوف شو اجزاء البات او من كار، بقول المرال الباب ال 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 ال. وممكن اروح على اخذ الدور الباب واروح فيه الو ان الو. هلا كمان مره هذول كل واحده منهم شو بتمثل؟ شريها معنى مش كلمه. طيب بدي اسال انا هلا بيان سؤال، هل هاي العلاقات بين الكلمات ولا بين المعاني؟ العلاقات العلاقات بين المعاني وبين الكلمات.
معاني. بين سنسيتس كلها. بين ايش؟ الكلمات ولا المعاني؟ كل سنسيت له معنى واحد، يعني بين المعاني. دين العلاقات الخضر والحمر بين الكلمات ولا بين المعاني؟ شريها الدين بين المعاني مش بين كلمة. واضحة؟ فيش علاقات هون بين الكلمة. واضح؟ هلا في علاقة انترستينج على الآخر بديش أركز عليها كثير. مش مش معناته مش مطلوبة، لا مطلوبة 100%، بس اللي عنده فضول زيادة وعنده شغف للموضوع يطلع عليها. اللي هي علاقة التضاد، أنتونومي. ممكن تجيب لي كلمة باللغة العربية كلمتين متضادتين؟ يلا. الحياة والموت. ها؟ الحياة والموت. الليل والنهار. شراء واشتراء. حار وبارد. حار وبارد. سكر وملح. مر وحلو. حلو وشنع. ها؟ أو الجميل والقبيح. مزبوط ولا لا؟ طب هل هاي الكلمات تضاد بينها يا وليد؟ التضاد بين الكلمات ولا بين المعاني يا وليد؟ بين الكلمات. ايش بدك؟ ممكن تيجي تحكي لي شوي انه هاي الكلمه معنى بس. طب انا بدي اسالك سمك. والله بين كلمات. ليه؟ مش بين معاني. ليه؟ بتحكي حياه وموت. كان المعنى كان معاني بس نفي ال بس المعنى بس التضاد بيكون بين الكلمات. طيب لو جينا خلينا نقول هيك بنقول جميل وقبيح. جميل. بين المعنى ولا بين؟ معتمد على المعنى بس التضاد بين الكلمات. صح؟ هي انا بسأل مش انت. فكروا. يلا بيانا فكر فيها بعمق بيانا. يلا معاني. بين المعاني؟ هي كلمة أصلاً شفت المعنى، أنا جبت معنى حكيت عنه هذا اسم، هذا المعنى هذا التضاد بين المعاني. هاتوا ندرسها. لو قلنا hot وcold، hot وcold، هذا used of physical heat. لما أقول أوكي having low or inadequate ابصر كذا 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 new وايش هاي war new or old new or old جديد قديم طيب young او immature or old لحد هون واضح واضح انها بتقدر كل بين المعاني. طب هو هل اليانج عكس الاولد؟ طب اذا طب هي سينونيم لها. هل الامتشور عكس الاولد؟ الامتشور يعني مش ناضج. لا. طب كيف؟ لا انا بقول لا باي سماء ضروره. لا اعطيني يعني هل اليانج عكس الاولد؟ كلكم مجمعين عليها شكل مظبوط موافقين على انا شو كاتب. طيب الامتشور عكس الاولد؟ طيب حسب شو تعريف اللي هي ان ايرلي بيريود اوف لايف بلا 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 يعني انه مش يعني بنقول عنه بعد مراهق يعني مش ناضج اللي هي اليانج. يانج مالك يانج جاي اماتشور جاي اماتشور. ما هو في ناس بتقول انه شو حتى هو كبير اماتشور لسه لا 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 المقصود هون انه يانج بنلاحظ انه الثنتين بنفس السن ست. هل هاي عكس هاي؟ هاي جمعنا انه هاي عكس هاي. هلا اذا
علاقة، إذا هاي علاقة بين المعاني يا بيان، معناته كل شيء بيجي هون بزبط كمان يكون عكس كل اللي بيجي هون، صح؟ بس احنا شو لقينا؟ انه بزبطش على كل شيء. طب ليش ما زبطش لانه اللي ما تشوف مش عكس قول اللي معناها بس مش لا مراهق مش يعني شو معناها يعني يعني شاب صغير يافر بس مش مراهق لا ما نحكيش عن مراهق اما تشور يعني مش ناضج انجاز ثاني طيب خذوا هاي خذوا مثال ثاني رايز اب رايز طلع فاتح رايز اب رايز كم اب جو اب موف اب ليفت هذول كلهن ايش مالهن؟ اللي بالضبط نفس المعنى لاحظ طبعا بهذا السياق يعني موف اب وير هلا لو اخذت هون فول كم داون جو داون ديسنت هذول كمان لهم ايش؟ نفس المعنى لاحظ انه هاي الرايز هي عكس ايش؟ فول بس مش الابرايز عكس الفول ولا الكم اب تيجي عكس مثلا الكم داون لا كم اب مش عكس كم داون بالمعنى باختصار اتس ا كومبلكس وانا باعتباري اصلا هذا كله غلط اللي بيقولوه بس الورد نت غلط انا اصلا ما بصيرش تفكر هيك اصلا شو معناته عكس واو انا قاعد قاعد بشرح لكم بالورد بس انا شخصيا بهاي النقطه مش مؤمن بالمره بالورد انا مش معناته انتوا تدرسوش تفشكوا عنه شو تعريف على العكس شو تعريف عكس انت سؤال بالضبط انا هون بسال اسكا مش المفروض اسال هذا السؤال وانا بشرح في الورد شوف انا بسال تعين الورد طب شو يعني عكس في شيء اسمه عكس عكس شو المر عكس الحلو شو يعني عكس عكس في الرياضيات احنا بنعرف شو عكس شو يعني نط مير لا مش يعني في مير وكل شيء في الدنيا مش مير صح كمجموعه يعني نحكي كرياضيات ايوه احنا هون نفهم رياضيات يا ابشر الكومبلمنت طب هل هون هيك معناها؟ لا طب شو هو؟ هم شو اعتمدوا دكتور؟ هلا هم شوف شو بقولوا The anatomy of a weird X is sometimes not X but not always ليش من هون لغويين مش لوجيشنز؟ هلا For example rich and poor are antonyms but To say that someone is not rich, it does not imply that they must be poor. Many people consider themselves neither rich or poor. Nor poor. An antonym, which seems to be a simple symmetric relation, is actually quite complex. Yet, speakers of English have little difficulty recognizing antonyms. When they see them, for example, he had a number. Antonymy is a lexical relation. شو يعني؟ شو يعني lexical؟ بين معاني lexical. طب semantic. هلا في عنا lexical وفي عنا semantic. Semantic يعني إيش؟ معاني. Lexical. معناته كلمات. Is a lexical relation between word forms, not semantic relation between word meanings. هي بين الكلمات مش بين المعنى. مثلا ممكن اقول young old ما هي كلمة بس معناها مثلا عتيق مش كتير. لا انا بقصد على المعنى هذا اللي هون. يعني صارت بين المعنى. لا 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 مش فاهم. انا بقصد بين يعني انت بتحكي على يانج انا بحكي على يانج اللي هو شيء له علاقه بمرحله بالعمر بس هي مثلا كلمه اولد لها اكثر من معنى انا بقصد على الاولد اللي هافينج ليفد فور ا ريليتيفلي مثلا لونج تايم يعني حدا صار له فتره عايش يعني
بقصد انا بقصد على معنى واحد لاقول مش اي معنى بالقول. انا فاهمك فاهم. طيب or some call it semantic relation between words. هذا كله semantic relation يعني لا هي lexical relation ولا هي semantic relation. هي semantic relation between words. ايه باختصار مش مفهوم يعني. بس انتوا لازم تفهموا الكومبلكسيتي ها؟ انا مش هشرحكم اياها عشان تفهموا الكومبلكسيتي. طيب anyway. other relations. اذا حطيت الستيمز يا بيان. الستيمز. الستيمز هذول شو علاقة بين الكلمات ولا بين المعاني؟ شو يعني ستيم؟ اذا بتعرفيش اسألي وليد. شو يعني ستيم وليد؟ ضربنا مثال. ستيم عرب الانجليزي بدك. انجليزي مثلا حكينا كلمه اتراكتيف اي كلمه ممكن نحصلها ذات معنى. اعطينا مثال بس كلمتين اتراكتيف اتراكت يستمع لها اتراكت واتراكتيف مشتقات الكلمه ايوه هي علاقه بين الكلمات ولا بين المعاني ليكسيكال ولا سيمانتيك ليكسيكال طيب child وchildren علاقه معاني ولا كلمات وير تنسز انه هذا الباست ولا بريزنت ولا هذا كل هاي الاشياء بين الكلمات هلا بنقول هون بالرغم من انه الوير نت انعمل له ديزاين على اساس يكون ايش سيمانتيك نتورك الا انه في كمان كلمات في كمان علاقات بين المعاني يعني منها مرات مفيده طيب هل الوير نت عبارة عن ثيزورس ولا لا هل هو ثيزورس ولا لا شو ثيزورس ها ماكنز بالعربي شو يعني شو يعني شكله بدي اورجيكم ثيزورس معين ثيزورس معجم الصيدلي لا هذا لا هذا مش ثيزورس شكله في تغيير عليه هنا فاتح هذا لا شايفين؟ هاي لو عندي انا هذا القاموس، هاي عندي قاموس بغض النظر شو هو ممكن يكون عندي طبعا هو كلمة بالعربي والكلمة بالانجليزي هذا شكله مش بلاقي انا كلمتين عربي او كلمتين انجليزي لا هذا مش واضح يعني لما بكون انا عندي يا شباب كلمة عربية مثلا مش مهم اللغة عربي انجليزي عربي الى اخره عادة هو بين بنفس اللغة يعني عربي بس كيف مثلا بحط جدول شو بحط بحدها شو بتلكها بتفتح القاموس تلكها المكنز طاولة مصفوفة قناة ماء نهر بلا بلا كلمة الكلمة اللي بعدها تلكها بحدها ايش هل انت بتتهيالك هذول مترادفات؟ مش دائما مش دائما يعني مرات الكلمه مش بس المترادفه 100% هاي بنسميها كلمات ذات علاقه قويه بس شنو العلاقه؟
ما عرفش. هذا هو المكنس. فهل وردت مكنس ولا لا؟ ولا لا؟ يلا يا ليون. هلا ليش؟ لانها برضو بنقدر نشوف الكلمات فيها مترابطه كمترادفات، مزبوط ولا لا؟ ولكنه لانها في ليبل للريليشن. شو يعني ليبل للريليشن؟ يعني معروف الريليشن. ها هاي الكلمه بيرو بحط بحدها دريسر وتشيست اوف دروورز وفرنتشر وبيس اوف فرنتشر وارتكل اوف فرنتشر. هاي الكلمه التابل بحط بحدها تابلر اري كالندر تابل اوف كونتنتس بيريودك تابل بجوز حتى ماتريكس اري. هلا بمعنى انه هاي الخضرة انا حطيتها خضر عشان اوفر حالي وقت صوره، بس كان انا ممكن احط خط اسود عادي وهون خط اسود عادي وحط كلكم فوقها ايش اكتب لكم ها علاقه اوبونومين ها علاقه مرونومين. فوكانه في ليبلز في اسماء للعلاقات، يعني العلاقات بين الكلمات في الوورد نت ليبل ولا لا؟ مقتنعين؟ بينما في القو... في الثيزورس العادي ها في نقول ذات علاقه بس مش معروف في شيء لها علاقه. The relations are limited. Relations برضه مع محددات في الوورد نت اصلا فيش ريليشنز، هو بس انه هاي العلاقه مع هذا. شو العلاقه؟ ما بعرفش. قد تكون بارت اوف، قد تكون كايند اوف، قد تكون وات ايفر. Related words are linked to specific concepts. يعني disambiguated. Thesaurus is a bag of words. يعني شو يعني؟ يعني سلي من الكلمات مع بعض. هون مش سلي، هون بالضبط لهم نفس المعنى. هون بالضبط. كلا 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 زي تابل وميت تابل وتابل الأري دريسر وبيرو مثلا. هلا هذول اكزاكتلي سيم انهم يعني بيأشروا على سبيسيفيك كونسبت. بينما في الوورد نت سوري في الثيزوروس اتس باك اوف وورد. Many words linked in WordNet do not co-occur in the same thesaurus entry. WordNet allows one to measure the quantify the semantic similarity or distance among words and concepts. يعني المقصود هون او شو علاقة كالندر بارنجمنتس؟ تعرفوا شو العلاقة؟ متذكرينها؟ لا كالندر وين كالندر؟ هاي وين ارينجمنت؟ هاي يعني بقدر اقيس او اعرف باث معين من كلمه لكلمه. ومثلا شو علاقه سبورت بدرسات؟ انه هاي لها بارت هيك وهاي نوعها هيك، يعني بقدر اعمل الباث. هذا بالثيزورس ماله نقدرش ايش؟ نعم. قررنا نخلص، بس انا بدي في حدا عنده سؤال بالمناسبه؟ كمل معنا كمل. تسألوا تسألوا واضحة الفكرة؟ صورة 100% واضحة؟ طيب في ضمن المناسبة هذا في الابلكيشنز؟ ليش بنعمل فيه؟ اي ابلكيشن كنت بتحكي؟ بالاي تي بدي اسمع بدي انا يعني ما حد مش الكل يحكي. بدي اول شيء اسال ديم، مفيد هذا بال عالم الاي تي؟ يعني حسب يعني شو هدفهم؟ اعطيني مال مال هدفهم، انت شو بتقترحي؟ يعني الابلكيشن تطبيقات ممكن تستفيد من هذا الشغل. الابلكيشن اللي بتعتمد على الانتولوجي. اعطيني مثال مثال. حضروا حالكم. بيان ترانسليشن تعمل ابلكيشن يترجم يعني بيساعد المترجم الالي؟ قواميس. شو بيساعد كمان سمان؟ انا كان في بالي قواميس شغله اللي هو الانتاج بدخل فيها. شو الابلكيشن؟ قاموس للهيومن ممكن فاهم، بس هذا بحكي للاي تي في الاي تي. سمان السيرش كيف؟ كلمة ببحث عن
زي مثلا في جوجل كله كلمة تيبل يعني ببحث عن موضوع مثلا في جواتك تيبل، ممكن التيبل هاي مش موجودة في الموضوع اللي أنا بدي إياه، ممكن يكون موجود السمنة تبعك. أوكي هذه أول فببحث عن تيبل أو تابل ورقي. ثاني من الابليكيشنز اللي ممكن فهمتوا عليه؟ يعني بدل ما أبحث عن تيبل أو ببحث كمان عن أو ببحث عن فيرنيتشر أحسن شيء، ببحث عن فيرنيتشر كمان بيعطيني شو كمان؟ مش بس الفرق كلمة فرنيتشر وتيبل واللي تحته والسنون تبعوني، فهمت علي؟ الابلكيشن الثاني ممكن يكون اللي هو الترخيص السمرايزيشن غيره. فحكينا السمرايزيشن، السيرج، الترانزليشن، في تطبيقات لا نهائية. طب أعطينا جديد كيف يعني؟ يعني نفس الشيء كلنا، يعني اول ما انشرح نفس الموضوع مبين انه يعمل شغل قاميس وترجمه وبحث مبين، بس في ابلكيشن ثاني انا بساعدني في المنطق، ممكن سبيلينج تشيك، جرامر تشيك، كل التطبيقات ذات العلاقه باللغه. هاي الداتا بيس بتنزل. طيب الفويس ريكوجنيشن، نحول الصوت لتكست او التكست لصوت. هلا ناخذ شيء عن الوورد نت. هلا شو بقولوا بالوورد نت؟ هذا عبد المنعم، هذا اسم مشروع. قالوا بدنا نعمله هذا كمان اللي صار الانجليزي، نبلش نسوي للغات الاوروبيه. مشروعين اذا بدكم، او مرحلتين، مرحله بلشوا في الدتش والسبانيش والايطاليان، مرحله ثانيه الجيرمان والفرنش والتشيكي والاستونيان. فبلشوا يشتغلوا، كان مشروعهم من 96 ل 99. بدهم يعملوا مالتي لينجوال هلا، ها؟ مش للغه واحده، لاكثر من لغه. باختصار هذا السلايد بيمثل كل شيء. يعني بمعنى اخر لو جينا نعمله للعربي احنا شو نسوي؟ بنعمل اوكي، بنعمل واحد زيه للعربي. نعمل واحد زي اللي سويناه للانجليزي، نعمل واحد زيه للعربي. طيب لو سالتكم واضح بس هيك؟ طب احنا عاملينه نربطه بتاع الانجليزي. كيف يعني نربطه يا شريهان؟ كيف يعني؟ الكلمه بالعربي لانه ما تمتش مع معناها بالانجليزي في الورد. كيف يعني؟ يعني البوكسات هاي اللي شفناها الابيض، هاي اللي سميتوها بوكسات بلوكس، مش نترجمها، بلزمش نترجمها، ما هذا كونسبت في دماغنا. ما هذا الكونسبت الكلمة بقصد يعني يعني لما اقول تيبل واقول طاولة، اذا كان طبعا اذا كان 100% نفس المعنى حطه بنفس السنس واعطيه نفس الاي دي. اذا لما بدنا ندخل اللغة العربية شو لازم نساوي؟ بس مش بس اكستن. هلا في اشياء موجوده باللغه العربيه مش موجوده بالانجليزي، مدخل. وفي اشياء مش موجوده، يعني العكس، موجوده باللغه العربيه، موجوده باللغه الانجليزيه بس ما بتلزمنا. لاحظين؟ ها؟ ما بتلزمنا. واضحه يا عماد؟ ف المهم هاي اللي بنسميها عمليه المال. شوفوا مثلا هاي كيف go or أو move بالإنجليزي. تبقى مربوطة، يعني في وكأنه هاي في أشياء language independent. هاي هذا language independent اللي هو الكونسبت، البلوك الأبيض بس إيش من كم منه كلمات الإنجليزي، من كم منه كلمات الإنجليزي. طبعاً هون للتوضيح بنخلي هلا. فشو بنساوي؟ بنربط اللي هو ايش؟ بنقول اوكي هاي يعني زي تيبل على جنب، هاي الكلمات العربيه مربوطه مع مين؟ مع الكونسبت هاي، بطلت هاي الكونسبت انجليزيه اصلا، صح؟ وهي اللغه، وهي ايطاليا، وهي فرنسي، ولا بسوي ايش؟ فرنسي ها؟ هذا هولندي، سوري هولندي وايطالي، وهذا شكله اسباني، وهي انجليزي. ها؟
ففي عنا إشي بنحط الكونسبت وكأنه بدون كلماته. ما هو الكونسبت أصلاً ملوش لغة. شوي خليني أركز على هاي الفكرة. نفترض ماشي نفترض إنه الكونسبت ملوش لغة. نحطه هاي نسميه الانترلينجوال اندكس. الانترلينجوال اندكس وبس نربط احنا ايش؟ كلماتنا بديش هنضمها 100% بدي لا بس لحد هون نخليها انه الكونسبت لانجويج اندبندنت. هلا بدناكش ايش يا افا؟ ليش ما استعملناش 25 كونسبت اللي كان عنه؟ انا احنا ليش ما الورد مش استعملنا 25 ليفل الروت استعملهم يعني هم الاساس ونسين نربط عليهم. انو لما نعمل اليورو وورد نت او اي لغه ثانيه هم الورد نت بلا استعملوهم هنا اللغات الثانيه كمان استعملوهم يعني. هلا خلينا نكمل. هلا انا اللي بدي اقول لكم اياه انه الانترلينجوال اندكس اللي هو هاب از ان ستراكتشرد فند اوف كونسبتس يعني عباره عن بنك منان في كونسبتس to provide an efficient mapping cross languages. نقدر نعمل ماب من لغة للغة يعني هاي هذا المعنى بنعبر عنه باللغة الإنجليزية هيك بالإسباني هيك وبالإيطالي هيك وبالكذا هيك مزبوط. طيب index records are mainly based on word-dict senses and consist of synonyms, glosses and source references. يعني يعني based on الانجليش يعني استعمل الانجليش كقاعدة الكل بربط عليه. Various types of complex equivalent relations are distinguished لأنه بعض مرات واو هاي الكلمة مش بالضبط هيك معناها. قد تكون كلمة تيبل بالعربي المعنى تبع تيبل اللي هو الطاولة مش بالضبط زي الانجليزي بزبطش نحطه. لا لازم يكون نحطه ايش لازم يكون بالضبط نفسه. كل شيء احنا بنقول عنه تيبل الانجليز بيقول عنه تيبل. كل شيء احنا هيك بالضبط الايكويفالنت. كل شيء احنا بنقول عنه مش تيبل معناته عندهم مش تيبل. مش لازم يكون في انستانس واحد احنا بنكون نختلف فيه. بطل ايكويفالنت. واضح؟ بس معناته دكتور احنا دخلنا موضوع الترانزليشن. شو مدى دقه الترانزليشن؟ ما هي ترانزليشن؟ ما هي ترانزليشن؟ كل لك بدنا نحكيش فهم عشان تحكي فيش تم. اسمع فيش تم. انت واقف هون واحد انجليزي واقف هون ممنوع تحكوا اصلا. كل لك ها طاوله يعني هل او هيك عشان بقول لكم طاوله حط ببالك شو الطاوله وبقول له حط ببالك شو تيبل بالمعنى الفرنتشر. باجي بعمرجيكم كل شيء في الدنيا. هل كل شيء انت بتقبله يلي بتحكي عربي بيقبله تاع الانجليزي؟ إذا معناته عندكم نفس الكونسبت. إذا معناته كلمة تيبل وكلمة طاولة إكويفالنت بهاي المعنى. واحد كيف هلا مرات الأشياء ما بتجيش بالضبط. إكويفالنت ريليشنز فروم سينسيتس تو إندكس نوت أون وورد تو وورد بيسس. ما بنقول هاي الكلمة إيكوال هاي. ونقول هاي يعني بمعنى انه كيف صارت هم equivalent بس based على المعاني يعني مع يعني كيف هم equivalent انهم بالضبط لهم نفس المعنى. indirect matching of synonyms linked on the same index items. طيب هلا your word net خلينا نسميهم word nets are unique language specific resources. كيف structure هلا بزبطش تستعمل نفس الستركتشر. اذا كونسبت لو جيت ورجيت لكم هاي الشغله قلت لكم على سبيل المثال شو ها موبايل كل موبايل نوع من انواع التلفون صح خلص. اذا في علاقه كايند اوف بين موبايل وبين تليفون في اللغه الانجليزيه معناته موجوده كمان وين في اللغه العربيه بلشوا هيك ولكن هذا الكلام ما له بالضبط حتى صعب ان ناخذ هاي النقطه
أعطيكم مثال. أنو بساعدني؟ أنو بساعدني أديني مثال إنه السبطة بتزبط بالإنجليزي بتزبطش بالعربي أو العكس صحيح؟ يلا منى. السبطة بتزبط بالإنجليزي بتزبطش بالعربي. يعني إشي بتصنف إشي عند الإنجليز وعندنا بتصنف إشي ثاني كعرب. يلا أنا أعطيتكم مثال قديما اللي درسنا. طيب شو بتصنف يا سمر اللبني؟ يعني هاي المستقبل هذا فوق ممكن نصنف طعام بس ايه نزلت تحت؟ جبنه؟ اللبن لا ما هي جبنه غير اللبن يعني مشتقات اللبن امتاز التعبير قصدك تقول من اللبن له مشتقات اللبن اللبن اللي ناكله ايه اللبني؟ اللبن اللي نضبه ماركة اللبن هاي مشتقات اللبن في عندنا كمان مشتقات الاجبان وكل هي مشتقات الحليب وبنطلع بالشلل صح؟ لو رحنا على فرنسا شو بصنفوا اللبني تبعتنا؟ صنفوها من مشتقات الجبن. إذا التصنيف هو cultural dependent. هلا يعني مش كل إشي بس في أشياء ما بنقدر نعمل تعميم ما بنقدر يعني جبت لك مثال. إنه ما بتقدر تعمم على كل إذا كان أي كونسيبت باللغة الإنجليزية sub type of concept إنه كمان sub type of concept في اللغة العربية لاحظ ف same organizational principles يعني هنا syntax structure and same set of semantic structure different lexicalizations differences in synonymy and homonymy وهاي الهومونيمي اللي كنا نحكي عنها وهل هم مجرد هاي هاي ايش هاي ديكوريشن ان انجلش فيرسس كذا ابصر شو في الدتش بانك ان انجلش ماني او ريفر فيرسس بانك ان دتش هذا مثال حدا عامله بالدتش لانه انا جايبه من واحد هولندي بات اولسو يعني الدتش هاي لغه الهولندي بات اولسو ديفرنت ريليشنز اوف سيميلر سنسز. على كل حال اللي بدنا نقوله يعني نيجي نحكي بس اشي مليح واشي مش مليح عن الوردنة الكونستراكشن كيف انبنى is not done uniformly يعني ما انبناش طريقة منهجية واحدة الكفرج تبعه سوري انا بحكي عن اليورو وردنة لانه شابته كثير من المشاكل اليورو وردنة في بناءه تعين الانجليزي تعين الالمان ما بنوش زي تعين الهولندا و و و يعني كلهم اختلفوا عن بعض ثاني شيء المناطق اللي ركزوا عليها الكونسبت وما بنوهوش كامل للغه يعني بنوا اجزاء صغيره جدا 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 الكفرج تبعه في ناس راحوا على الرياضه في ناس راحوا على يعني الكفرج تبعه كان بيختلف not all word needs can communicate with one another طبعا على الاقل لانهم هم غطوا مش بس مناطق مختلفه الانجليش وورد نت اللي استعملوه مش نفسه استعملوا ديفرنت فيرجنز بريوريتي رايتس ستريكت فري اكسس اند يوزج في منهم اوبن وفي منهم مش اوبن لوت اوف سيمانتيك از دوبليكيتد يعني انه في اشياء كثير يعني معاني يعني سميتوها بلوكس يعني مع كونسبتس سنسز مكرره هي نفس الشيء بس ما حدش حدا دخل وراح واحد ثاني بتدخل وهل مجرى في كثير من الاشياء اللي كانت سيئه وما نجحش كثير المشكله هلا الجلوبال ويرد بعد ما شافوا والله فكره الورد نت حلو نعممها على كل اللغات فراهم عملوا ايش اسوشيشن المؤسسه منظمه هيك جلوبال سموها دي جلوبال ويرد نت اسوشيشن ويا ناس تعالوا اذا بدكم تبنوا لكل لغاتكم فلما نقول جلوبال وورد نت هو مش معناته داتا بيس اسمها جلوبال وورد نت هي عباره عن ايش؟ مؤسسه لحد الان يعني هي استابلشت في 99 ولحد الان فيها العربي في عربي وورد نت في عربي وورد نت بيقولوا 10,000 كونسبت بس في بس احنا لقينا فيه بس 5-6 يعني فتحناه يعني شيء صغير جدا وفي ولغات كثيره
الحلو هون انه سوري الارابيك يعني المشروع زي شف فشل او التغى او وقف او وما حدش هلا بيشتغل فيه والانجز صغير هلا طبعا عن المحاضره الجايه عن عن الارابيك اونتولوجي ما سميناها شويرد نت سميناها ارابيك اونتولوجي لانها اصلا اساسها بيحكي مش رح انا بعدين بس بدي اقول لكم اياها انه يعني تكون في ترند يعني هو الاسوشيشن هاي عباره عن ترند ان نعمل اللغات هيك الحلو وين انه انا بربط مع الانجليزي وعصام بربط مع عصام مثلا لغه لغه نيبال ها ولا تشاينيز بربط مع الانجليزي معناته انا وياه ربطنا وهو قريبا للصين فهمتوا الفكره مسكتوها دي مسكتيها شريها Global word net construct separate word nets for each language. Contributors from each language encode the same core set of concepts. Plus culture specific. يعني بيبنوا بيضيفوا concept جديد. وأهل مجرى خلصنا. في أي سؤال؟ في أي سؤال؟ فيش أسئلة؟ تكون عارف